ناقش مجلس بلدية الشمالي في جلسته الاعتيادية عددا من المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس والتي تصب في عملية الارتقاء بالمنطقة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة العمل على إيجاد كافة الحلول التنظيمية للأسواق العشوائية وأثارها السلبية على المنطقة. توافق أعضاء مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية على استحداث تصنيف جديد للخدمات التعليمية في المناطق الإسكانية التي تنقصها بعض الخدمات، كما بحثوا الآثار البيئية الناتجة عن انتشار الأسواق العشوائية في المنطقة، مطالبين بضرورة العمل على تنظيم وجودها لما لها من أثر بيئي سلبي على المنطقة. لا شك بأن المجلس طالب مراراً وتكراراً بالسماح لهم في المناطق الإسكانية لضرورة الحاجة إلى المواطنين، وطبعاً مبررات اللجنة والمجلس طبعاً افتقار المناطق الإسكانية لمثل هذه النوعية من الأنشطة. طبعاً اقترحت اللجنة والمجلس البلدي الشمالي من أجل توفير مواقع وبلوكات تعليمية كما هو الحال بالخدمات التجارية والمواقع الصحية والدينية، وتكون أما قرب المدارس أو أن تكون مواقع يتم تغيير تصنيفها. المجلس رفع توصيته الخاصة بالمناقصات الزمنية لمشروع تنمية المدن والقرى، مطالبا سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الالتزام بوضع آلية الضمانات الزمنية مع التركيز على 6 نقاط أساسية لتنظيم العملية. رفع المجلس عدد من التوصيات من ضمنها ضمان تناسب تكلفة البناء والترميم بجداول الأعمال المنفذة وفقا للنظام السابق، أيضا ضمان عدم تقليل أعداد المستفيدين من المشروع، وأيضا ضمان عدم تحويل طلبات لمقاولين فرعيين حفاظا على جودة العمل، ومنها أيضا ضمان عدم المطالبة بتقليل الأعمال المطلوبة عما هو معمول فيه في النظام السابق، وأيضا أخيرا ضمان قدرة المقاول على تنفيذ الطلبات المرفوعة قبل نهاية السنة المالية، وأيضا ضمان الرقابة على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال والانتهاء منها على وجه الخصوص فترة الضمان. من جانب آخر، توافق المجلس على تغيير عدد من التصنيفات في مناطق مختلفة من المحافظة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.